البيوت لها حرمة يا حضرة الضابط. أنا معايا أمر بالتفتيش يا معلمة. وماله؟ بس بالأصول، مش تخشوا هجم كده على الحريم وهي بتفك عن نفسها؟ ثم إن راجل البيت مش موجود من أصله. ربنا يرجعه بالسلامة. أنا هبعت له رسالة بارك له على شهر العسل اللي بيقضيه ده. ولما أنت عارف يا حضرة الضابط إن صاحب البيت بيقضي شهر العسل، يصح برضه تهجم على بيته بنصاص الليالي وهو مش موجود؟ وتسيب رجالتك يدهوسوا في وسط حريمه ويكشفوا سترهم؟ دي اصول برضه. مفيش حاجه يا فندم. مفيش اي حاجه يا فندم. المره دي فلتته من ايدي برضه يا ابو سنه. عقبال المره الجايه يا باشا. بحياتك. انست وشرفت. ابقى تعالى زورنا. يا باشا على فين؟ الله الله، مش استنى ما تاخد واجبك؟ ده انا حتى دبحين النهارده. اصلي يا ابو سنه تلميذك يا معلم. ما تدق يا ولية انت وهي. روحك. وإيه الفرق بين الموت والخرس؟ ما الاتنين سكوت وجع مداري محدش حس ولا ينفع تشتكي منه. ربنا خلق للبني آدم صوت مش علشان يتكلم بيه مع الناس، ربنا خلق الصوت عشان نصرخ بيه لما نتوجع من الناس. ست كرامة، ايه شربية؟ عاملة ايه دلوقت؟ الحمد لله زي ما انت شايفة. طب اطلعي انت، انا هقعد معاها. ماشي. هند عليكي روحك يا هبلة، بدل ما تضيعي نفسك فكري ازاي ترفعي راسك تاني، تقفي قصاد أي حد بيحاول يحرمك حقك في الدنيا. أنا هساعدك، بس أنت لازم تقفي من تاني، لازم تبقي ورايا.
وانا وحياد ده ولا يبقى على ذكر؟ لا هجيب لك حقك منه تالت ومتلت.